عجب عجب مرتك فيك انه يعني كنت شاب جذاب او جقل او شاطر بالحكي او يعني كنت عم تراهن انه تكون كامل الاوصاف كامل الاوصاف تني يا سيدي والعيون السود خدوني الله من هواهم رحت اغني يا ليلي يا بعد يعني اذا مرتي سبقه يعني طبعا وبحترمها وبقدرها ايه عجبت فيي كلني يعني كان قطاعي شريطي صباط في حفل كوكتيل انقطعت علاقتنا انه اذا كان صباط شلاخ فكرك ما كانت انقطعت العلاقه يعني عم شبه احيانا انقطع احيانا علاقته انقطع مثل شريط الصباط ايه خير ان شاء الله ايه طب مين اللي قهرتك هالقد؟ مرة نعرف مرة مش رجال لا انه مرة بالمعنى الايجابي هي في مرة مش مرة يعني حدد يعني ما كانت كامل نظرتي للمرأة تعريفي للمرأة شكل كثير نبيل ورائع يعني مش عم بحكي المرأة بالمعنى الشتيمي بس في انا بحكي هذه مرأة بالنسبة لي كانت هلا علاقتنا يمكن هلا بالروداج لأن عم نخلط العلاقة خلطنا الموتير هلا عم نعمل نمشي بنشوف إذا بتمشي ولا لا حلو عم ترجع بتعمل لها تنظيم عم نعمل روداج إيه أنت بتمشي على مهلك بتعمل اختبارات داخلية روداج عادة بالسيارة بيكون الموتير وبالعلاقة وكمان الموتير العلاقة كيف يعني؟ فسرنا أكثر يعني أنا بؤمن بشغلي أحلى حب وأحلى زواج هو زواج المطلقين أوكي بمعنى كل واحد بيكون خلص دورته العسكرية وطلقوا تعرفوا على بعضهم بتكون المرأة بتعرف من الرجال 70% وهو بيعرف من المرأة 60% بس المهم ما يكون يطلع على التقاعد ايه طبعا طبعا لا هلا يعملوها هلا بهالاوقات شو بتنصح كل المتزوجين يعني انه يطلقوا يرجعوا يكفوا؟ لا مش يطلقوا يعملوا مسافه بداخل العلاقه حتى لو كانوا تحت سقف واحد لابد من مسافه ايجابيه لابد من محل يطلعوا ببعض مثل الشجر الشجر بحطوا له مسافه بين شجره وشجره ما بيحطوا له لزقهم بيختنقوا انه هالمسافه شو ليفلت الرجال شوي يعني هلا شايفين الرجال فلتين وازعر وزعوري كل الوقت يعني حرام عليكم بقى خلاص بقى ان الرجال نسوانجي امرجي ديوانجي كل هالاجي هيدي مش صحيحه يا ولا انا ناطره لقيت برهن لي العكس انا ناطره بس يبرهنوا لي العكس بجي وبقول لك معك حق يحيى هلا بدك تقلنا انه بمجتمعنا الشرقي إيه؟ انه مش الرجل هو اللي اجمالا بيطلق وبيخون مش هيدي اجمالا صفات الرجل بهذا المجتمع شو بيخطب شو خطف طائره من ضمن خارج ارادتها هي كانت مبسوطه بالخطيف انه اجيت انا كفارس على حصاني على جيت وشلت معي انقذ طيب.